أخيرا ناخذ سؤال من على البث المباشر. السائل أو السائلة تقول: ما حكم من كان جنب ثم غسل موضع النجاسة من الجسد والثوب ثم ارتدى الثوب وتوضأ ثم ذهب للصلاة وصلى إماما؟ الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. مش جنب، ما اغتسلش. من كان جنبا أيوة، ثم غسل موضع النجاسة مكان اللي ما نزل منه النجاسة. من الجسد والثوب ماشي، ثم ارتدى الثوب ماشي. وتوضأ ثم ذهب للصلاة وصلى إماما. لا، ده ما فيش كلام ده في الشرع. آه الإنسان إذا كان جنبا فقد وجب عليه الغسل، جميع تعميم جميع البدن بالماء أيوه كده. اللي عمله ده حضرتك اتوضى، ده مستحب للي هيجامع تاني، مش اللي يروح آه يصلي ولا اللي يغتسل، أيوه أيوه بس سنة. تمام. أما اللي عمله ده صلاته باطلة، ولو كان يعلم فلا، صلاته باطلة وفي رقبته صلاة الناس. نعم، وإذا لم يكن يعلم فقد علم، يخبر الناس أن الصلاة باطلة، جزاكم الله ولذلك ما خير. صليش إمام ما دام جاهل يعني.